في سؤالين مهمين عايزه ابتدي بيهم سريعا، دكتور عصام بس يرد لي عليهم سريعا، وانا عارفه ان في مداخلات كتير وعارفه ان الموضوع كبير قوي، ان شاء الله ربنا يبارك لنا في الوقت النهارده. ولكن السؤال الاهم يا دكتور اللي احنا برضو محتاجين نعرج عليه كيفيه الاختيار. وقبل ما نطلع فاصل حضرتك كنت بتتكلم عن الغش، يمكن كان من احد القضايا اللي انا شفتها ولفتتني ان زوج رفع قضيه تطليق لزوجته لانه اكتشف يوم الزفاف ان شكل جسمها مغاير عما كان ايام الخطوبه، يعني هي كانت عامله حاجات عفوا يعني مخليه شكلها شكل جسمها مختلف عما يعني تدليس. يبدو عليه. غش وتدليس، هل هو من حقه ولا كان هو يصبر عليها ويسامحها؟ والله إن قبل هذا الوضع فبها ونعمت شكرا، وإن لم يقبل هذا حقه، ومن حقه أنه يرفع عليها قضية ويردها لعيب بين واضح. ولذلك من كل الناس المصارحة، المكاشفة، الوضوح، الدقة، ده كله مطلوب. أما الغش والخداع والالتواء والتدليس يقول لك آه ما مش مشكلة إزاي. يعني أنا أيضا من ضمن القضايا التي رأيتها كثيرا، شاب تزوج فتاة وتيقن بعد ذلك أنها عندها رحم طفيلي، وأمها تعرف وعامل لها فحوصات من 10 سنوات. يعني الأهل والبنت لم تحض أبدا، يعني المسألة معروفة. طب يا أخي لماذا؟ هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا. أو النقيض من ذلك، شاب ليس له مقرب في النساء، ملوش غاية ولا مقرب، لا يصلح. إن قبل قبل وإن لم يقبل أو العكس، يعني بالضبط. يعني أو حتى يعني البنت اللي هي ممكن أهلها. يعني تغير في شكل جسدها بالضبط. عشان ترضي خطيبها، في الآخر هو هيعرف في الحقيقة، فأعتقد المصارحة مطلوبة. وكل منهما لا ينسى ذلك للآخر. صحيح. طيب لو إحنا اتكلمنا عن كيفية الاختيار، لو أنا دلوقتي شاب عايز أقدم على الزواج وعايز أتبع يعني شرع الله، تمام، كيفية الاختيار وهكذا البنت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم. العبرة في الشاب أن يكون دينا، أن يكون خلوقا، وأن يكون عاملا، لا أن يكون عاطلا ولا باطلا، أو أن يكون معيلا على أهله. أهله هم الذين ينفقون عليه. نعم. طب هم الذين ينفقون عليه، هو فيما بعد من أين ينفق على زوجته وعلى أولاده؟ وأيضا البعد عن الشاب البخيل. الرجل البخيل ده عذاب أليم. صحيح. فيه شقاء. فتبتعد عن الشاب البخيل، وأيضا تبتعد عن الشاب صليط اللسان. نعم. ويقولكش بعد الجواز إن شاء الله يبقى محترم ولسانه عفيف، مش هيحصل. صحيح. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. صحيح. عفة اللسان مسألة، يعني لذلك يقولون من رضع الكذب عسر فطامه. نعم. ولو هي رأت فيه خصة الكذب تبتعد عنه. نعم. لا يمكن أبدا أن يكون معه خير.